في مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر تحديدا محافظة ميسان بلا جامعة، طلب أهالي محافظة ميسان افتتاح فرع لجامعة الطائف في المحافظة عندهم. أبدأ الأهالي استياءهم بأن عيالهم وبناتهم يقطعون يوميا أكثر من 200 كيلو مما تسبب في بعض الحوادث والوفيات. أوضح الأهالي بأن هذا قاد الكثير إلى الهجرة إلى المدن، مبدين رغبتهم بأن يكون لهم فرع للجامعة كباقي المحافظات بالمملكة. يذكر أن محافظة ميسان والقرى التابعة لها واللي بجوارها يتجاوز عدد سكانها 50,000 نسمة. انضم لي من استوديوهاتنا في طايف الأستاذ عبد العزيز الناصري من أهالي ميسان. حياك الله أخوي عبد العزيز. حياك الله أخوي عبد الله، والله يسعد مساك. ومساك يا سيد عليك وعلى مشاهدي الإخبارية حبيبي، وأشكر لكم على الاستضافة، وأيضا أشكر لكم على هذا البرنامج الرائد الذي حقيقة حقق نجاحات باهرة، لأنه يتوغل في داخل الأوساط الاجتماعية ثم حقيقة ينتج استجابات وحلول وبدائل. أبرز المشاكل عندكم في ميسان أنه ما في جامعة. ميسان تابعة لمحافظة لمكة ولا لا؟ ولا إذا سمحت لي أخوي أعرف ميسان، أضيف فقط لمعارف المشاهد الكريم نبذة مختصرة عن ميسان إذا سمحت لي أخوي. تفضل يا سيدي. طبعا ميسان من شكرا لك أخي الفاضل. ميسان استطيع أن أتحدث عنها في ثلاثة محاور. لعل المحور الأول المسمى ميسان، وهي من ماس يميس ميسن، ويقصد بها الخيلاء والتبختر، وحق لها أن تتبختر، وهي تنعم بطبيعة غناء وأجواء ماتعة في الصيف وفي الشتاء. وكفيها شرفا أن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أسماها بدلوعة الغيم. أما موضوع المكان فهي موقع يسكن عليه مجموعة من قبائل ناصرة بن الحارث. أما كمحافظة فهي تجمع 6 مراكز تقريبا، ومركز بني سعد الإداري، ومركز ثقيف، ومركز حداد، ومركز أبو راكة، ومركز الصور. عدد سكانها ذكرت أنه فوق 50,000 نسمة تقريبا. هذه تقريبا نبذة مختصرة عن ميسان، وهي مصيف ومن أجمل المصايف تقريبا الواقعة جنوب الطائف، تبعد عنها تقريبا حوالي 100 كيلو، وهي إحدى محافظات مكة المكرمة وتبعد عنها تقريبا ب200 كيلو متر. طيب أنتوا طالبتوا بجامعة يا أستاذي؟ أي نعم لنا مطالبات، وكانت بداية من أمارة مكة المكرمة، بل لأن سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الشريفين كان له بذلك قرار، ووصل إلى جامعة الطائف تقريبا. هناك أرقام إذا أردت أن زودك بالأرقام هي موجودة معي حاليا، أرقام القرارات التي وصلت حتى جامعة الطائف. أي طيب وش الردود؟ وش الردود؟ أزودك بها وأزود المشاهد. للأسف إحنا لم نجد رد إلى حد الآن، كل ما وصلنا إليه في بداية 38 كنا نتوقع أن تكون البداية وأن تنتهي معاناة أهالي ميسان. طبعا أنا أتحدث عن محافظة ميسان ذات 6 المراكز، وكان هناك لجنة طبعا طلعت آخر ما كان في بداية 38 تقريبا، كانت تضم الأستاذ أحمد بن سلمان اللي هو مدير مكتب التعليم بحداد، والدكتور عبد الله الدكتور باحبيل، ومعهم شخص مهندس اسمه الطلحي، وأقروا على أن يكون هنالك مدرسة الشعيب الثانوية للبنين ومدرسة الشعيب الثانوية للبنات للبنات، على أساس يكون هناك فرعين للجامعة. طيب. في محافظة ميسان. طيب. وأيضا فوجئنا بعدم وجود أي أثر لهذا القرار. طيب خليك معي أستاذ عبد العزيز، معي المتحدث الرسمي لجامعة طائف الأستاذ صالح ثبيتي. حياك الله أخوي صالح. حياك الله ومساكم الله بالخير جميعا. يا أخي أنا بسألك سؤال يعني يمكن شوي بعيد عن هالموضوع، المحافظات والمراكز والقرى هل يجب أن الجامعات تصل لها أو هم يروحون للجامعات؟ هي تعتمد على عدة معايير. عادة ما تقوم الجامعات بتقويم الطلبات من المحافظات. صحيح.
وتنظر إلى أعداد الطلبة المتوقع تخرجهم من الثانوية العامة. صحيح. وبناء عليه تتخذ القرار، يعني بناء على أولا الاعتمادات المالية، وثانيا احتياج المنطقة أو المركز أو المحافظة. هل الفكرة، بس أنا ليش أسأل هالسؤال؟ مو قصدي والله يعني مالي أمر في الأخير أنه تروحون ميسان أو ما تروحون، لكن أنه أحيانا يكون عندنا إحنا مركز صغير ونبغى إلا يكون فيه جامعة ولا يكون فيه مدرسة، ولا ما تشوف أنه أحيانا هذه تكون مكلفة على التنمية، مكلفة على الجهات التعليمية؟ هذا قصدي ترى. خليني في البداية بس يعني أقول لك على وضع ميسان. أي. ثم يمكن نناقش هذه النقطة. يعني الجامعة قبل فترة، يعني كما ذكر ضيف الكريم قبل قليل، أي. يعني أوصى مجلس الجامعة منذ أكثر من سنتين تقريبا على تأسيس فرع في ميسان. ورفعت الجامعة لمجلس التعليم العالي سابقا بهذا الطلب، لكن لم يأتي رد حتى الآن. أيضا نعيد الطلب إلى وزارة التعليم بعد الدمج، ويعني الوزارة بدورها تقوم بالتقويم وكذا بتقويم حاجة الفرع، ولم يأتي أيضا الرد، لأنه كما تعلم إقامة فرع ليس من صلاحيات الجامعة، وخصوصا وأن هناك اعتمادات مالية خاصة يجب أن تكون موجودة. وكما ذكرت لك في مسألة هل يجب أن يكون في كل مركز مثلا فرع للجامعة أو لا، هو يعتمد على أولا عدد الطلبة الخريجين من الثانوية العامة وأيضا البعد والمسافة. طيب أنا والله شاكر لك دائم أخوي صالح ثبيتي، ما تكسرون معنا في جامعة طايف، أنت من المتحدثين الكويسين ما نقدر نقولهم شيء. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية. هذا واجبنا وهذا دورنا. الله يحفظك يا سيدي، والشكر أيضا موصول. تحطون يعني منبر إعلامي للإيضاح كمان في مثل هذه الأمور. الله يحفظك يا سيدي، تحت أمرك دائما يا سيدي. شكرا جزيلا. الشكر موصول أيضا لأخونا عديز الناصري من أهالي ميسان، إحنا رفعنا هذا الطلب، والجهات اللي عندها هذا الموضوع بإذن الله عندهم الحلول بإذن الله.